بنزيما عطى باص لمارسيلو ومارسيلو روغ اللاعب الباريسي، فهون اللاعب انحرج من اصدقائه بسبب مارسيلو، وفجأة هون نيمار انزعج وقرر ينتقم لصاحبه من مارسيلو، وما رح تتخيلوا كيف صار انتقام نيمار من مارسيلو. بس قبل ما لكم شو اللي صار بتحداكم تتابعوني وتحطوا لايك في اي منطقة من صفركم، مستحيل كنت تعملوها من اول مرة. ايه وكمان جبت لكم تطبيق عرفكم تتكلموا مع كريستيانو رونالدو صوت صورة، واذا بدكم رابط التطبيق رح تلاقوه في اول تعليق مثبت. فهون نيمار انتقم من مارسيلو في نفس مهارة مارسيلو.